السلام عليكم، أهلين فيكم في فيديو جديد. اليوم راح أقارن معكم الآيباد Air 4 والآيباد برو. طبعا خلاص المقارنة النهائية وانطباعي حق الآيباد Air 4، شوف كل شيء حين. فإذا كنت أنت من الأشخاص اللي ودهم يشترون الآيباد وما يدرون شو اللي يشترون، الآيباد Air ولا الآيباد برو، الحين راح تفهم كل شيء وراح تشوف القوة في الآيباد Air، كيف القوة مقارنة بينها وبين الآيباد برو، ومن هنا تحكم على كل شيء. كبداية، الآيباد Air عليه معالج الـ A14، أحدث معالج من أبل، نفس اللي بينزل على الآيفون 12. الآيباد برو في نسختين، في الـ 2018 وفي 2020. اللي عندي هنا 2018 اللي هو عليه الـ A12X، وفي 2020 عليه الـ A12Z. الفرق بينهم أن الـ A12Z في 8 GPU والـ A12X هنا سباعي GPU، وفي برضو اللايدار والكاميرا الثالثة حق الوايد أنجل، ومايكات أفضل يعني. لكن بالنسبة لي ما أشوف أي ترقية، إذا كان عندك الباد برو 2018 تأخذ 2020 ما في فرق، إلا إذا كنت أنت باللايدار أوكي. فالآن بنغرب معاكم ثم الآيباد Air مع الآيباد برو. كبداية، الآيباد Air يجيب 10.9، استخدامي له حلو، في التنقل ممتاز، تمسكه بإيدك وتتمشى في كل مكان أفضل بكثير من الآيباد برو الـ 12.9. طبعا الآيباد برو 11 إنش بالضبط، نفس الآيباد Air نفس الحجم. الآيباد برو عندك خيارين، خيار تأخذ نفس حجم الآيباد Air أو خيار يكون أكبر، فهذا الفرق. هل أبل راح تخلي الآيباد برو نفس الحجم السنة القادمة تكون يعني 11 و12.9؟ بالنسبة لي يمكن، إذا كانت تبي تخلي نفس الآيفون، آيفون 12 والآيفون 12 برو يعتبر نفس، مثل ما نقول الآيفون 12 وفي نسخة نفس النسخة نفس الحجم حق الآيفون 12 برو، والبرو برضو في نسخة أكبر يمكن. لكن لو نتكلم حق المعالج، المعالج جبار في الآيباد Air، ما توقعت يعطيني نفس القوة هذه. كنقاط جيك بنش ما في فرق، ما أعطاني فروقات بينه وبين الآيباد برو إلا في المالتي كور. سينجل كور الآيباد Air أعطاني كور أعلى من الآيباد برو، الآيباد برو أعطاني 11-24، الآيباد Air أعطاني 15-80، فهنا شوي 400 نقدر نقول أعلى من الآيباد برو. لكن في المالتي كور في جميع النواة اللي صارت بتشتغل في شيء قوي، الآيباد برو ستيل أقوى من الآيباد Air. هنا أعطاني 4625 والآيباد Air أعطاني 4250. هل الفرق ملحوظ؟ ستيل بينها مش ملحوظ يعني كأرقام أوكي. الآيباد برو في السنجل كور أقل، الآيباد Air في المالتي كور أقل، فهذه الفروقات. استخدام ما في فرق. طبعا الآيباد Air يجيك برضو 4 جيجا رام، ما حسيت بالفرق، حتى أنا عندي الآيباد برو هذا 4 جيجا، وجربت الآيباد برو الجديد 6 جيجا ما في فرق. قبل حطت 6 جيجا هناك بس عشان اللايدار، مثل ما حطيتها في الآيفون الحين الجديد حق البرو اللي في لايدار 6 جيجا، لا تحس بفرق. المالتي تاسكينج وفتح كذا أكثر من برنامج ممتازين فيهم اثنينهم، تفتح قد ما تقدر برامج عائمة وتفتح برنامج في نفس الوقت، شغال بسلاسة اثنينهم. لكن الأشخاص اللي يحبون 120 هيرتز لا تأخذون الآيباد Air، لأن الآيباد Air إلى الآن على 60 هيرتز، الآيباد برو في 120 هيرتز. الرفرش ريت لحق الشاشة وكيف السموث لحق الشاشة، الآيباد برو يتفوق على الآيباد Air. كبازل مثل ما قلت لكم، الآيباد Air شوي سماكة البازل أعلى من الآيباد برو، ما راح تلاحظها إذا مسكته أنت، لكن إذا حطيت الآيباد برو يم الآيباد Air مع بعض راح تشوف الحواف هنا أنحف شوي من الآيباد Air. هنا في المايك لاقط المايك في الآيباد Air أقل، في مايك في الجنب وفي مايك في الخلف. الآيباد برو في مايكين هنا ومايك ورا أكثر، وفي مايك في الأمام برضو تحت الكاميرا. هنا استغربت جهة الكاميرا ما شفت في فتحة الكاميرا الأمامية، لكن هذه الفروقات تقريبا الخفيفة اللي موجودة فيها. أنا تمنيت الكاميرا أصلا يحدثونها أو يرفعون يخلونها فوق، ملين إن أبل ليش مكان الكاميرا هنا، خصوصا إذا كنت بحطها بالكيبورد لازم فوق. إن شاء الله في الآيباد برو الجديد يغيرون مكان الكاميرا. كتصوير صور ممتازين اثنينهم كتابلت، لا تقارن التابلت بجوال يعني، مع ان ابل توصل يعني ما ادري ليش، لكن لو صرت مرتاح يعني كمقارنه التابلت ممتاز، خصوصا في المكالمات الفيديو، فيس تايم، زوم، مايكروسوفت تيمز كلهم ممتازين. لو بنشوف كمايك شو الفروقات بينهم، الان مثل ما تسمعون الحين من الايباد برو 2018، الايباد برو 2020 برضو في مايك افضل، لكن بالنسبه لي كفايه يوفي مكالمه الفيديو ممتاز. هنا الآيباد Air أوكي حلو، لكن أبل ليش تخلين المايك في الجنب وفي الخلف بس؟ يعني أفضل ميزة هنا في الآيباد برو إن في مايك في الأمام، ليش أبل ما حطت المايك هنا في الأمام؟ مدري. هذا كمقارنة الصوت. لو بنشوف لكم الحين مقارنة السبيكر، هنا السبيكر في الآيباد Air أبل رجعت شوي،
لكن ما يعتبر شيء مش كويس، لا مناسب. أنا بالنسبة لي الأيباد برو مش شريته، ما عمري رفعت الصوت عالي، ما أدري ليش، يعني صوته فوق الصوت اللي أنا أتمناه. خلاص كفيت ووفيت، لازم منزل الصوت. لو مشوا معاكم الحين الصوت، هنا 4 سبيكرز، هنا موجودة 4 فتحات لكن مش 4 سبيكرز. يعني شغلت الصوت راح تسمع الصوت في وانت حاطه على الكيبورد، راح تسمع الصوت من جاي من جهة واحدة بس أو من جهتين، يعني ستيريو. لكن هنا رباعي، الفتحات كلها اللي موجودة الصوت حقيقي يطلع منهم. هنا لا، ما أدري ديزاين حطته أبل، بس هنا سبيكرين، هنا 4 سبيكرز. نسمعكم الصوت. شغل الأيباد إير. الصوت بالنسبة لي ممتاز، يعني مثل ما تسمعون الحين من المايك الصوت ممتاز. هل راح أرفع كامل هذا على الأيباد إير على 2 سبيكرز؟ لا والله ما راح أرفع كامل. نشوف الأيباد برو. أعلى من ما أتمنى. نرجع حق الأيباد إير مطولة، تحس بفرق. بالنسبة لي إذا كنت تبي تسمع صوت ممتاز كويس عندك الأيباد إير حلو، إذا كنت تبي تسوي بارتي عندك عندك الأيباد برو يكفيك. فهذا الصوت. لو نتكلم المعالج، مثل ما قلت قوة المعالج، لكن في فيديو أنا سويته سجلت 5 دقائق فيديو على بالآيفون 4K عليه 60 فريم، وعدلت عليه على برنامج لوما فيوجن في نفس الأيبادات اثنينهم، نزلت الفيديو قطعت عليه وحطيت افكتات برضو علشان ياخذ الوقت كامل. الايباد برو مثل ما قلت لكم الشغل القوي راح يستخدم جميع النواة هنا، فالنواة هنا في المعالج اقوى من الايباد اير. فالايباد برو اعطاني 2:28 و22 جزء من الثانية وخلص الاخراج. الايباد اير اعطاني 2:47 ونقدر نقول 17 جزء من الثانية. فهل فيهم فرق؟ في فرق، اوكي فرق نقدر نقول 23 ثانية 24 ثانية، لكن هل شيء واو؟ لا، ستيل الايباد برو اقوى في الاخراج. هل هذا الشيء يعيقك انك تشتري الايباد اير؟ لا. هل هذا الشيء يخليك دافع انك تشتري الايباد برو؟ لا، ما في فرق قوي. الا اذا تبغي الالعاب، ابل مسوي شيء ما ادري كيف، يعني قامت تلعب بالارقام عندها، وقام جهاز فيه جي بي يو 4 نواة وفي جهاز ثاني جي بي يو 7 نواة، 2018 راح يكون 7، 2020 راح يكون 8. الارقام هنا اقوى في اللي في 4 نواة. هل راح يقول لك اوه يعني الايباد اير راح يكون افضل من الايباد برو في الالعاب؟ لا، لان الالعاب ماخذين الماكسيمم وهذا حدهم في القوه. يعني اذا في العاب راح تسوي لك شيء قوي قوي مره في المستقبل يمكن، لكن الى الان هذا مرتاح وهذا مرتاح، لكن كارقام هنا شوي يعطيني اعلى من هذا. فالايباد اير يتفوق شوي في الجي بي يو عن الايباد برو، رغم ان الايباد برو في نواه دبل الايباد اير. هذا ابل كيف تلعب في الارقام، ابل دي. طيب يجي لكم الحق الاكسس او كيف الدخول حق الاجهزه اثنينهم. انا بالنسبه لي كمستخدم الايباد برو افضل فيس اي دي. ليش ابل كذا؟ يعني اوكي سكت الجهاز بس تفتحه عندك، فتح خلاص، قرا وجهي فتح الجهاز، بس المس كذا ويفتح. الايباد اير تسكر الجهاز، طيب تفتح الجهاز، الجهاز الحين مفتوح، لازم تحط ايدك هنا تسوي التاتش اي دي عشان يفتح. الاشخاص اللي عادي عندهم اوكي، بالنسبه لي وصول ممتاز، التاتش اي دي هنا ممتاز اللي موجود في الباور، لكن الايباد اير احلى بكثير. حتى لو مطفي الشاشه تلمسه مره فتح على طول، بس تلمس الشاشه تولع عندك يقرا وجهك. هنا لا، تلمس الشاشه تفتح الشاشه بس ما يسوي لك شيء، لازم تحط ايدك على التاتش اي دي علشان يفتح. انا هنا بالنسبه لي افضل. إذا أنت ما جربت الأيباد برو اشتري الأيباد إير، ممتاز هنا. لكن إذا جربت الأيباد برو تروح حق الأيباد إير مشوار الحركة، مع أنه برضو إذا كنت بتشتري أشياء من أبل بي تحمل برامج لازم تضغط ضغطتين هنا، حتى لأنه ما في تاتش أي دي، لكن تضغط ضغطتين عشان يقرأ الفيس ويحمل البرنامج. هنا أنت راح تضغط مرتين هنا علشان التاتش أي دي وتنزل البرنامج، فأوكي أبل لازم تغير الحركة. أوكي في الآيفون تضغط ضغطتين عشان تقرأ شيء وشيء، أوكي عادي، لكن في الأيباد أرفع أيدي وأضغط هنا ليش؟ ايش المشوار ده يعني؟ فهذا كل شيء، الجهاز ممتاز، البطاريه ثنتينهم ممتازين، ابل بنسل اشتغلنا عليهم اثنينهم، ابل بنسل 2
الحركة نفس الحركة. ال 120 هرتز أنا بالنسبة لي عادي، صح إن في رجوع، أوكي لو تحطهم دين من بعض 120 هرتز هنا في الأيباد إير 60 هرتز، لكن عادي تحمله وشيء طبيعي عندي. فكتابة مكتابة شيء حلو. إذا كنت لا أنت من الأشخاص اللي بروفيشنال تبي ألعاب وكي قوية، عندك الأيباد برو لحق ال 120 هرتز إذا كنت تبيها. إذا تبي تلعب ألعاب قوية برضو بس عادي عندك 60 هرتز، خذ لك أيباد إير كأرقام في الجي بي يو هنا، لكن كأرقام فعل في الإخراج هنا. فأبل لعبة في الدعوة. فبالنهاية السوق انفتح لحق الأيباد إير، في أشخاص كثار كانوا يفكرون يشترون الأيباد برو، الآن راح يشترون الأيباد إير. لكن في أشخاص كثار يبون شاشة كبيرة ما عندهم الأيباد برو. في أشخاص كثار يبون الفيس آي دي 120 هرتز، عندك الأيباد برو. في أشخاص كثار يبون سبيكر أعلى من الشيء اللي تتمناه، عندك الأيباد برو. هذه الأشياء تقريبا كلش. الوقت من الوقت استخدامك الجهاز 10 ساعات شغال زي الحلاوة، اثنينهم ممتازين ما في أي شيء. هنا الأيباد إير ما في فلاش في الخلف، الأيباد برو 11 إنش لنفس الحجم هذا في فلاش في الخلف ل 2018 2020 مثل ما قلت لكم في كاميرتين في لايدار في فلاش. فأنا بالنسبة لي أشوف إن هذا مبيعاته راح تحقق مبيعات قوية وأقوى من الأيباد برو، خصوصا في السعر $600 إلى $900 هناك، هنا راح يكون أفضل في السعر. الأكسسوريز، أي أكسسوريز أي شيء حق الأيباد برو 11 إنش راح يركب على الأيباد إير، كل شيء جاهز يعني نفس الحجم نفس كل شيء. بس تقريبا بالنسبة لي هذا جهازي حق التنقل ممتاز، هذا جهازي إذا كنت تبي تشوف أفلام وشاشة كبيرة ممتاز، مع أن هذا يوفي بالغرض ويسوي كل شيء، لكن عندك الاثنين ليش ما تشوف شاشة أكبر يعني؟ برضو أنت جالس في الصالة تبي تشوف، ليش ما تشوف التلفزيون شاشة أكبر برضو؟ فأنت وخيارك، أنت اللي تتمنى. هذا شوي يعيقك مثل ما قلت لكم في التنقل، شاشة كبيرة شوي 12.9، لكن إذا كان عندك الأيباد برو 11 فنفس الحجم حلو هذا في التنقل، والأيباد برو 11 إنش حلو في التنقل. البروفيشنال لحق الأشخاص اللي يرسمون الأشياء دي القوية، عندكم الأيباد برو عشان 120 هرتز فالسلاسة في الكتابة، مع أني أنا في الكتابة العادية في الجامعة عندي الأيباد إير ممتاز، ما في تقطيع ما في شيء، 60 هرتز شغال بالنسبة لي مع النظر حقي ممتازة ما في شيء. إذا أنت تدقق مرة في الكتابة راح تكون انت اصلا بروفيشنال في الرسام والاشياء ذي، عندك الايباد برو. الالوان هنا ممتازه، هنا الالوان الى الان ما في السبيسي جري والسيلفر، هنا في اللون الازرق في اللون الاخضر في سبيسي جري في اللون الوردي في السيلفر، فعندك الوان كثيره هنا، البرو لونين بس. يجون اثنينهم حق شريحه او واي فاي بكيفك، انا اللي عندي واي فاي هذا واللي عندي واي فاي هذا ما اخذت خيار الشريحه، خيار الشريحه تحطها الشريحه بس داتا، فلو حطيت شريحه الايسم ولا الشريحه العاديه لحق داتا فقط يعني لحق بس انترنت داخل الجهاز، اذا كان مثلا تروح مكان ما في انترنت فراح يكون عندك ممتاز هذا انك توصل حق الانترنت. هذا معالج عليه الاي 14 برضو، لكن ابل ما حطت الفايف جي فقط ال تي اي، لان هذا ال تي اي ما اتوقع ابل بتسوي جمب هنا، اتوقع في المستقبل الايباد برو القادم يمكن تحط فيه 5 جي وبعدين في المستقبل تحط هنا 5 جي برضو، نشوف قدام. انا اللي اتمنى ابل بما ان الايباد اير كان في مسافة بعيدة مرة بين الأيباد برو، أشخاص كثار يشترون الأيباد برو بس علشان الشكل والأشياء الحلوة وبرضهم ما يحتاجونه في القوة وكل الأشياء، الحين جبت لهم الأيباد إير وقربته هنا، فهذا الأيباد برو لازم تبعدين الحين تودينا هناك. فالأيباد برو القادم لازم ينزل ميزات تزحفه شوي، فيهم اثنينهم USB C. طيب شو الأشياء الفروقات زايدة؟ بس 120 هرتز بس السبيكرز بس الأشياء دي الخفيفة، هذا معالج الإكس، هذا معالج الآيباد، هذا معالج الآيفون. فال A14X إذا نزل بس بالاسم راح يتفوق على هذا، يمكن كاسم بس كذا توقع أن 40% راح يكون البرو الجديد أقوى من الآيباد إير، مع أن الآن نحتاجهم كل شيء ممتاز، لكن القوة اللي راح تيجي في الآيباد برو القادم إذا نزل نوفمبر مثلاً 2020 أو مارتش 2021 شو اللي بتسوي أبل ما ندري كيف القوة راح تكون فيه. الميني ليد كشاشات الحين نفس الشيء اثنينهم، فاتوقع ان الايباد برو القادم برضو الجاب اللي بيسويه انه راح يكون في ميني ليد افضل من الشاشه اللي موجوده الحين ال سي دي، مع انهم ممتازين الحين لكن لازم يسوي جاب يروح. كاميرات ابل اتمنى اشترفينها فوق، اتمنى الكاميرات تصير فوق، اتمنى اكلم واحد انا كذا طالع في الشاشه ويشوف الكاميرا في الجنب ليش، اتمنى يكون فوق شوي، خلاص ملينا بهذه الحركه. مع انه انت قاعد تبيعين جهاز مع ماجيك كيبورد، اوكي اذا كنت بمسك الايباد كذا اوكي الكاميرا في الامام، هذا كان الايباد من اول ما نصنع، لكن الحين مع الماجيك كيبورد ما راح اكتب كذا 100% راح اكتب كذا 100% راح اخليه على الايباد وانا اكلم كذا في التركباد، فما راح اكلم كذا انا. اوكي المكان لازم يتغير، هذا اللي اتمنى. ميني ليد لازم، الجاب لازم يرجع، المسافه دي اللي تكون بينهم بينهم لازم يرجعون، وبعدين الاشخاص بيروحون يشترون هذا ما راح يشترون هذا،
لا خليهم أجل خلاص عشان يشترون هذا. بس هذا الفيديو كله. ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في القناة، اشتراك في حسابي سناب شات، شر بيضاتكم، عمل لايك المقطع ونشر المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسوني فضل دعاكم. وأنا بالنسبة لي أقدر أستغني عن هذا بهذا، فخذ السوق كثير، هذا سرق السوق من هذا.